طيب، هل أنت نادم على دعائك على سعاد الشمري؟ طبعا سعاد الشمري كتبت تغريدة وقالت أنه من أغبى الأقوال أن تربية اللحية مخالفة للمشركين، مشركي الماضي والحاضر، اليهود والكهنوت الشيوعيون والماركسيون، بلحى أبو جهل بلحيته أطول من الرسول. أنت قلت اللهم شل يدها وأعمي بصرها واجعلها عبرة يا واحد يا قهار. هي طبعا بيّنت وقالت لا، أنه أنا أناقش قضية اجتماعية وليست دينية، وأنا ما أردت الإساءة للرسول، وحاولت أنها تبرر. وتلقت أيضا تهديدات بالقتل، تقول بعد التغريدة اللي أنت أطلقتها والدعاء، وقالت هي ستقاضيك. هل أنت نادم على هذه التغريدة وعلى هذا الدعاء وتتراجع؟ لا، ما ندمت، بالعكس، أقول آمين آمين آمين. عندها تروح الاتحاد الأوروبي. طيب لماذا لم تأخذ مثلا أسلوب المناصحة، التبيير؟ لماذا هذا الدعاء المناصحة هي أنا طبعا ما رددت إلا بعد ما دخلت شو اسمه حق هذا الحساب. نعم. ورأيت يعني فيه شيء، هي ليست قضية إنه والله واحد أخطأ قال كلمة والتعبير خانه، لا لا، هذا عن سبق إصرار وترصد، في فرق به. لكن لما وجدت الهجمة تعتذر، لابد أن تعتذر تبرر. طيب. دائما مثل غيرها، كل من أخطأ سب النبي. هي تدعو إلى مناظرة، قد أدعوهم لمناظرة تبيين الحقيقة من أجل الله ورسوله وكف الظلم وحملة التحزب على حساب العدل والوطن والإسلام. ممكن تدخل أنت وياها؟ لا لا، وش أدخل مع مناظرة؟ مع ليش؟ مناظرة قلت تبت إلى الله والحمد لله وقضينا. هل قالت هذا؟ إن كنت أخطأت فأتوب إلى الله وأستغفر. أنت لا، هي تدعوكم إلى مناظرة. مناظرة ماذا؟ مناظرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يستحق هذا؟ ناظرها بميش شو نقول يعني؟ أو بتناظرنا بإيش؟ تثبت أن القول هذا غبي؟ طيب، على قضية ثانية.